حبينا نعمل رياكسيون اليوم مي مالوريزمون شي هذايا ما صارش. نصور لعبنا بالبداية، حطينا الكرة في القاعة، جبنا الفرص اللي لازم نجيبو. نقص اليوم الكونسونتراسيون سو لو بلون اوفنسيف، ان شاء الله نحسنوا الشيء هذا. مازال باقي وقت طويل، الشامبيون مازال كيبدا الروتو نتاعها. ان شاء الله في لافان سيزون ان شاء الله نكونوا في البوديوم ان شاء الله. حضرنا مقابلتنا باش ما نخليهمش يلعبوا في معناها ما نخليهمش يلعبوا من 18 متر نتاعها. فود معناها ساعات كيصير لنا معناها يخرجوا بالكره نوليو نقربوا لل 30 متر نتاعنا، وانا بيان معناها انا ايتي معناها ديسيبليني الاولاد اللي زيتي معناها ديسيبليني وبيان معناها وانا بيان كودري لو تيران ما خليناهمش يلعبوا. هذا اللي تابلو اللي تاب الثاني شويه احنا اللي قلقنا احنا شويه اليوم هو شويه ديسي تكنيك نتاع اولادنا ساعات تحكموش في الكره، اما اللي كل اللي عملناهم الكل معناها خلينا معناها الديفونسيريت تاع النادي الرياضي الشخصي يتقلقوا على خاطر كان ما حسوش بالقلق يزيدوا يهبطوا علينا اكثر ولا يقلقونا. اما دو لونسومبل سيتي ماتش تكتيك معناها دو كوتي ماتش في تري زانيمي، فما الفولونتي من النادي الرياضي الشخصي ومن جابس باش الاثنين اون ميتريز لو جو مي مام تان نلعب اون ميتريز لادفيرسير مي في مخاخنا الاثنين نلعب. والله الماتش هذا حابين نصالحوا به الجمهور نتاعنا برومي ميتون، كيما تشوفوا خلقنا دي زوكازيون من اليمين من اليسار ما تمركاش البونتو. دوزيامي طون حاولنا نزيدو نقدمو، وميم طون حاولنا نحافظو على ليكيليبر، معناها جات لي زوكازيون. بون دوزيامي طون ما لعبنا حتى شيء، معناها كم تشوفو كل جوار يطيح هذيك الكرة في تونس، حاولنا نماركيو ماركينا بونتو في الاخر، ما نعرفش علاش ما قبلوش الاربيتر. هكا ربي شقدر بالحق، معناها نحب نطلب السماح من ما نحبوا نطلبوا معناتها جوارد كل سماح من الجمهور نتاعنا. الله غالب ربي ما قدرش نربحوا. وباقي نذكر هو نلعب ضد اون جروند ايكيب بكل معناها المعنى من كلمه، النادي الرياضي الصفاقسي فريق كبير. كي نخرج بنقطه من النادي الرياضي الصفاقسي سي توجور معناها ان بوان معناها على قد الفريق اللي لعبنا ضده.